تفضل شيخنا الشيخ عبد المحسن سيبدأ يوم الأحد 1/6/1441 إذا أطال الله في العمر في كتاب الموطأ. نعم. فما هي نصيحتكم لطلبة العلم؟ والله أنصحكم أن يحضروا هذا الشهر، لأن الشيخ من أهل العلم بالحديث وبالفقه، فهو شرح كتب السنة، رأيت؟ فهذا الشرح شرحه لكتب السنة أعطاه علوما أو وجد علوما في هذا الشرح. إذن فإذا جاء الآن يشرح الموطأ، فما تقدم أن وجده أو ظهر له من العلوم سيضيفه إلى شرحه للموطأ. رأيت؟ فعلى هذا لا شك يكون حضور هذا الشرح من باب الاستفادة والجمع لفوائد الشيخ التي مرت عليه في شرح كتب السنة. زبدة الزبدة. أيوة. إيش تقول كذا؟ رأيت؟ والموطأ هذا كتاب نستطيع نقوله كتاب المذهب أي المالكي، ويقال لكن ليس فقط المالكي لأنه في العديد وهكذا، لكن إذا أردت المذهب تجد أصوله مذهب مالك في هذا الموطأ كما ذكروا هذا الشارح الذي ذكرت لكم. رأيته؟ هو يقول الموطأ إنما وضعه مالك تمهيدا للأصول على الفروع، أو تمهيد للفروع على الأصول، وبين وجه ذلك في شرحه كيف تأخذ مذهب مالك من الموطأ، وما هي الأصول التي في الموطأ. لولا الوقت أريتكم هذا، رأيتكم هذا ما ذكره أصول المذهب. إذن فهو كتاب المذهب حقا، إلا أن المتأخرين من المالكية قد لا يعتنون به كثيرا. المتأخرين ما أقول المتقدمين، ما أنه هو كتاب الأم. هو الكتاب الأم الدليل. أيوة. نعم. الدليل، ولأنه وضع الإمام أيضا بنفسه وأقرأه 40 سنة وكذا في هذا المسجد النبوي في المدينة هنا. فهو كتاب يستحق أن يستمع إلى شرحه، حتى ليس للمذهب بل للعلم، يعطي لك علم مالك في هذه المسائل. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. وحفظ الله الشيخ العباد حفظه الله. لا شيخنا، لعلنا نوثق الجلسة. نوثق الجلسة في آخر هذه الجلسة. هذه جلسة مع الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني في يوم، ساعدوني، الخميس، يوم الخميس ليلة الجمعة 28 جماد الأولى لعام 41 و400 في بيته المحروس في العوالي. ما الحاضرون أخوكم الشيخ أو أخونا الشيخ هيثم جميل سرحان، وأخوكم المتحدث أبو عبيد الأمين موافقي، وأخونا راشد عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وجزاكم الله خيرا. وأتمنى أن يكون هذا أن تنشروا هذا اللقاء أو هذه اللقاءات التي صورها أخونا الشيخ جميل، أخونا الشيخ هيثم، وأتمنى أن تنتشر في العالم الإسلامي، وأن تنشروا شروح شيخنا، فهي موجودة الحمد لله على اليوتيوب، وموجودة في المواقع التواصل لمن أرادها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. الله خير. أحسن الله إليكم إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظكم.